أرحب برئيس جمعية المستشفيات الخاصة دكتور فوز الحموري، أهلا بك معنا دكتور. إذا في البداية لو تحدثنا عن هذه الخدمة، خدمة الفحص من السيارات، بعد تجربتكم أو تجربتكم لهذه الخدمة، ما هي ميزاتها؟ مساء الخير. بالتأكيد أنه خدمة الفحص الكوفيد 19 من خلال درايف ثرو أو من خلال وجود المراجع في سيارته لها أهمية كبيرة، من أهمها عدم اختلاط المراجعين ببعضهم البعض، حيث لاحظنا أنه بعض الناس يتردد يروح على مختبر أو مستشفى بخاف أنه يخالط شخص مصاب، وبالتالي هذا بيخلي الناس عندها عزوف من أنها تعمل هذا الفحص، في حين أنه لما بيكون بسيارته ما بنزل من سيارته، بنعمل له الفحص خلال 3 إلى 4 أو 5 دقائق، كل العملية ما بتاخذ 5 دقائق، هذا بيشجعه أنه يروح ويعمل هذا الفحص. الشغل الثاني أنه هذه الخدمة ما فيها أي كلفة إضافية، يعني هي نفس التسعير اللي اعتمدتها وزارة الصحة، هي نفس الأسعار اللي تستخدم في هذه المحطة. المهم جدا أيضا أنه الكوادر اللي بتشتغل بهذه المحطة دربناها بشكل أنها تراعي جميع إجراءات السلامة العامة لحماية المراجعين وحماية أيضا الكوادر الصحية. طبعا إحنا في الأردن حتى نستطيع أن نحد من انتشار الوباء لازم نفحص أكبر عدد ممكن من الناس، يعني هذه معلومة ثابتة في كل دول العالم، وبالتالي هذه الخدمة نتوقع أنها تزيد عدد الناس اللي بتقدموا العمل هذا الفحص، وهذا سيؤدي إلى اكتشاف الحالات المصابة وعزلها ومنع انتشارها بين الناس الآخرين. وطبعا هذه الخدمة ليست جديدة على مستوى العالم، لأنه في دول ثانية قدمتها، يعني بريطانيا، أمريكا، بعض دول الخليج العربي، وفعلا أثبتت نجاحها لأنه حمست الناس، يعني الواحد بيشعر حاله كأنه ما طلع من بيته، ظل بسيارته، راح عمل الفحص وظل ماشي، وبالتالي بيشعر بالاطمئنان. طيب دكتور، حتى الآن كم هي عدد المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى كورونا، وهل سيتم يعني شمول مستشفيات جديدة؟ عدد المستشفيات الخاصة اليوم اللي صارت معتمدة تدخل مرضى عددها 7 مستشفيات. في مستشفيات بتقدم أو قدمت طلب لوزارة الصحة لاعتمادها بانتظار أن يتم الكشف عليها من قبل مديرية الأمراض السارية واعتمادها لهذه الغاية. أصبح ضروري زيادة عدد المستشفيات الخاصة المعتمدة، لأنه زي ما أنت شايفة أنه أعداد الإصابات كل يوم عم بتزيد، وبنسجل أكثر من 1000 حالة يوميا، فأنا بعتقد أنه المستشفيات الحكومية وصلت لمرحلة أنها غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، فمن هون إجا دور المستشفيات الخاصة أنها تدخل وتساهم بتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة. هل لديكم رقم معين عن عدد الحالات في المستشفيات الخاصة؟ نعم، طبعا الرقم متغير لأنه بتغير من يوم ليوم. حتى هذه اللحظة بنتكلم بحدود 270 مريض في المستشفيات الخاصة. كم منهم في العناية الحثيثة في مختلف المستشفيات؟ أيضا هذا رقم متغير، لكن تقريبا بحدود 25 إلى 26 مريض في العناية المركزة. ماذا عن عدد الفحوصات التي تم إجراءها حتى هذه اللحظة في المختبرات التابعة للمستشفيات الخاصة دكتور؟ الحقيقة الرقم غير دقيق، لكن أتوقع أنه يكون بنفحص يوميا بحدود 1500 إلى 2000 فحص في المستشفيات الخاصة، هذا لا يشمل المختبرات الخاصة اللي هي خارج المستشفيات. أشكرك جزيل الشكر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، كنت معنا عبر الهاتف دكتور فوزي الحموري.